ممكن انها تكون اهداف، ممكن انها تشكل خطر. وابو مشرى، بو مشرى هدف، بو مشرى على التاريخ الكبار، يسجل الهدف الاول لصالح اتحاد الحراش في الدقيقه 11. في الدقيقه 11 يسجل بو مشرى هدف رائع وجميل جدا. جميل هذا الهدف، جميل حقيقه هذا الهدف. نتفاعل مع الاهداف لانه كانت كره جميله جدا وتهتز مدرجات انصار اتحاد الحراش. حقيقه شوف سال، لا لا حقيقة لما نشوف الحيط البشري لعب خرج من الحيط البشري، هذه غلطة تاع الحيط البشري تاع نصر حسين داي. الصورة نشكر المخرج اللاعب اللي خرج من الحيط البشري، هذه اللي سمح للاعب بومشرى. شوف لما يخرج من الحيط، شوفوا هنا خرج الكرة طبعا يتحصل على البطاقة الصفراء، وهنا نشوف الإعادة هل كان فيه تدخل على رجل اللاعب لاعب نصر حسين داي. شوف من خلف هنا الحارس اللي تسرع كان لعب كنيش. ضربة الجزاء في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول، يسجل مترف هدف تعادل. مترف حسين هدف التعادل، يهديه الولد الصغير. إذن هدف رائع وجميل رغم الارتباء الجميلة لقارة حسين محمد الصغير. قارة حسين ارتبى ومترف حسين نفذ كرة قصيرة على الجهة اليمنى. شوف الإعادة، احنا الصورة واضحة حفيظ. نعم الإعادة طبعا والحارس غانم عبيد، والحارس غانم ويسجل الهدف الثاني في مرمى غانم. يسجل عبيد في مرمى الحارس غانم هدف ثاني، ربما راح يفتح شهية أخرى لنصر حسين داي على أنه إرادته ترجع بقوة ويرجع في النتيجة. ممكن جدا لأنه عملها في الشوط الأول. لا عملها في الشوط الأول، حبيت برك نكمل لك الانتشار الجيد وخاصة التمركز على اللاعبين باستحواذ الكرة بكرة قصيرة، ولكن تغيير اللعب